السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ملعب الهدف نحييكم. الفيديو ده او الماتش ده او المباراة دي شيقة جدا، بس انت بسرعة او ضيع الوقت في ربط الحذاء. وعمر بيلعب كورة بس بيلعبها باستهتار وبيلعب ركنية، ودلوقتي بيشوط عامر لكن تطلع برا. الكورة كانت قريبة من الجون، وسيف لسه عايز يظبط الكورة وبيلعب سيف لكن بيقولوا له يلعب ضربة مرمى. هو دلوقتي بيلعبوا ضربة المرمى وبيلعب ضربة المرمى هاب، وبيلعب سيف ضربة المرمى للتوأم، وبيجري محمد وبعب بلال بيجري ويشوط بلال لكن ابراهيم في الحراسة. ودلوقتي بيطلع عمر وبيبص عمر لكن تروح لامر لكن تطلع برا. الكرة بتطلع برا وسيف مع الكرة وعاوز يلعب وبيديها بلال بيطلع مع الكوره برافو عليك، وبيحطها برجليه وبيعدي وبيحاول يخش وبيطلع برافو عليك وبيعدي وبيديها لإيهاب، وإيهاب طلع مع الكوره وبيجري بسرعه ويوصل للهدف. الله عليك ادم هاني بيطلع وبيحط لمسه بسيطه وادهم بيجري وراه، وبلال ده مع الكوره وادهم يقطعها منه، وسيف مع الكوره ويقطع عمر ويشوط عمر لكن يصدها محمد وسيم. الكوره بتطلع برا وعمر بيلعب التماس وبيديها لهاب، وهاب مع الكوره وبيديها لعمر تاني، والاثنين بيتلخبطوا والكوره ماشيه وبتجري وبتلف، وهاب بيجري وراه وعايز يشوط، وادهم هاني بيطلع وبيلمس الكوره وبتطلع برا وبيديها الحارس يلعب برافو عليك يا ادم، وادم بيديها لعامر وعامر مع الكرة ويباصي لكن بلال يقطعها منه، بيقول لك هند ويلعبوا لمسة اليد دلوقتي. ابي يستعد وبيشاور نفسه يشوط ولا يباصي، قال لك باصي وعمل كرة حلوة، ويسيف مع الكرة وسيف عايز يلعب وسيف عايز يجيب جوان، وابراهيم مش مخليه يعدي ويطعم منه ادهم، ويسيف مع الكرة لسه عامر مع الكرة وبيجري عامر قدام وياخدها عمر مع عامر. هلا تلاحظ ان المهم بيقسموش وكله طالع يجري على الكرة، وهنا عمر النهارده بشوط اي حاجة، والكرة هنا برافو عامر مع الكرة وبيشوط، انما سيف بيصدها. عمر بيلعب وعامر مع الكرة وعايز يدال عمر تاني وبيفشل، وهنا هجمة والاتنين داخلين بيحتكوا. الله 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 الله، وفي ايه في ايه في يا جدعان، بتشدوا ليه كده يا ابني؟ ليه عيب؟ هدومه تتقطع بعدين، هدوم جايبينها بفلوس. الله ده يضربوا بعض وروحوا المستشفى يا ابني. خلاص الكابتن قال لك فاول وما اعرفش اذا كان فاول ولا لا، بس براديك حرام عليك. ايه الكابتن اداك فاول هتضربه ولا ايه وتقطع له هدومه؟ خلاص عادي اهوت مفيش فيها اي مشاكل، انت بتشده من لا 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 سيب اللي هيتقطع. خلاص يا ابني والنبي كابتن، هدومه والنعمه بفلوس ما هوش شحتها. العب الفاول ويلعب عامر الفاول ويلعب لكن يلعبها تاني لعمر، ويلعبها لعامر تاني وبيجري عامر ويبصها لعمر وبيجري عمر قدام الجول وشوط ادهم. هنا محمد وسيم مستهتر بالكوره ودخلت من اضيق خرم اضيق زاويه، وتيجي هدف من الخرم الضيق، وهنا 1-0 جايبين هدف من خرم ابره. ودلوقتي طالع هاب وبيجري هاب ومعهب مع الكرة عايز يرقص هاب وبيجري هاب وبيرقص هاب وبيجري هاب وبيعدي هاب وبيجري هاب وكرة مع هاب وكرة مع هاب ولسه بيرقص هاب وبيجري وبيشوط. يا ولد ما شاء الله عليه وبيعمل كرة حلوة بتخبط في العارضة، ومش مسدس نفسه، والله ما مسدس نفسه خالص. الكرة ازاي تخبط في العارضة؟ الشوط التاني بيبتدي وهنا بيلعب وبلال مع الكرة وبيقولهم يلا يا جماعة كابتن ما بضيعش وقت. ودلوقتي الكرة مع بيلعب الكرة قدام لسيف وتطلع برا. الكرة تطول وهيديها لابراهيم، وابراهيم بيقول له يلا يا ادهم هي دلوقتي انا العب اوت، ويلعب على طول وده لسيف وده الله 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 مين ده لمين ابي شوت يا جدعان حرام عليك، واقف في حته حرجه وادهم هيعمل ايه؟ والله ابراهيم مغطى على ادهم، يا ابراهيم هو من قدامه حرام عليك، ويتعادل ويجيب الهدف في الاول وتكون النتيجه 1-1. ودلوقتي عامر على تلعب الكوره ولازم نسمع مع بعض، وعمر مع الكوره ويرقص عمر وبيجري عمر ويعدي عمر لكن محمد يقطعها منه ردتها، وعمر يلعب تماس
بالمره يا جماعه عايز ارفع ارفع ولا باصي باصي ولا ارفع لا انا ارفع ورفع وجاب كوره في دماغ اب ولا اب طلع وعاوز ياخدها وبلان هنا بيبو عايز يرقص وهنا برافو عليك وتقوم طالع وعاوز يشوط انما بيرقص وهنا عايزين ياخدوها منه وهنا المنطقة حرجة في نص الملعب في نص الملعب اي حد ممكن يشوط وفعلا بتطلع بره وعمر يقطعها من بلال تاني وعامر مع الكرة عامر بيطلع عايز يرقص والكرة مع هاب وبيجري هاب ويعدي هاب ويرقص هاب وتطول منه وتطلع بره سيف بيطلع بره وهنا عايز يلعب تماس ولما يا جماعة وسعهم ممكن اشوط ولا باصي لا انا اشوط لا باصي حد يطلع قدام طب ارجع ورا انا اسيب الكورة العب انت طب اروح لك على اليمين اطلع الشمين ولا شمين ولا يمين ضربها وطلعت تاني طب اطلع انت وانا العبها قالوا لا سيبها لي يا عم اطلع انت وانا العبها قالوا طب خلاص اسمع كلامك اوعى تخبطها فيه تاني انا عندي الجول ارفعها قال له حاضر وهنا ادى الكوره حلوه يا جدع انت اسف ايه كوره طيب يا جدعان كلم نفسه والله العظيم ماشي يكلم نفسه عمر مع كوره وبيشوط وبرافو عليك يا عمر وكوره بتوصل للمرمى او للهدف او للشبكه الثانيه ويلعب يا ابني ويديها لهاب وهاب هنا مسك الكورة ويطلع يجري بيها وكله بيجري وراه وما شاء الله عليه سريع جدا وابراهيم بيقطعها وبتطلع بره وبتطلع بره ركنية ولا اوت وركنية ولا اوت ولا شكلها ولا ركنية ولا اوت وضربة مرمى وبيلعبوا ضربة المرمى والكورة مع ادهم وادهم عايز يلعبها واقف قدامه وبيلعبها وايده ورجله قدام ووصلت هناك للتوام لكن التوام ضدهم ويقطعها عامر منه الكره بتطلع بره وهنا عمر عايز يلعب التماس قال لهم لا انا اسيب الكره الكره لكم انتم لنا ولا لهم قال لك لهم وهنا بلال معاه كوره ويديها سيف وسيف طالع وبيرقص ولا بيديها لبلال وبلال عايز يطلع وبيجري بالكوره وبيجري بالكوره بيجري بالكوره بيوقفوا بيطلع هنا الاثنين بياخدوها منه بيطلعوا يلا نتقاسم سوا نتقاسم وسيف يطلع ما بيعنوش على الكوره وبتخرج منه وسيف يقطع الكوره من عمر وعمر بيبص الكوره لعامر لكن ايهاب يخش يقطعها منهم الاثنين وايهاب مع الكوره وايهاب مع الكوره ويرقص ويعدي ويرقص وبيجري ولسه بيرقص وبيجري ولسه بيرقص وبيجري وقدام وقدام ويعدي من ادهم ويعدي من ادهم وحركه بالكعب وبيعرضها وهنا حطوه الكوره بيشوطها ولكن حظه سيء كوره جميله وجامده وما شاء الله انا عامل مع الكوره وبلا يا جماعه احنا كده متهزه ولا ايه يلا عشان نطلع طلعه جامده قال لك لا الكوره مش معانا الكوره معاهم انا معاهم ولا معانا لا معاهم العب ركنيه يلا هاب ايوه هنا بيلعب لعبه حلوه والمفروض يشوط على طول وبرافو هنا تقسيمات حلوه ولكن مفيش حظ وعامل بيحط رجله في الكوره وبتطلع وبيجري وراها وحاول الله عليك يا عمر هدف رهيب السرعه مطلوبه 2-1 وبيحرز الهدف الثاني هنا الفريق جاب 2-1 وباقي من الوقت نصف دقيقة والكابتن بيقول يلا يا جماعة هنا الماتش ايه يا كابتن قال لك اصبر شوية يا كابتن طيب العب انت بس وبيلعب على طول محدش عايز ده وقت وعايزين يتعلم هنا برافو عليك وبيلعب قدام لبلال وبلال مع الكرة وبلال عايز يعدي وبقول لك مش عارف ايه كده وبيلعب بلال وبيجيب بلال الكرة ويبصيها لهاب لكن تيجي جامدة شوية وهاب برضه يسيب الكرة وتطلع وتطلع منها ومحمد وسيم يطلع ويلعب وسيم بيحط رجله في الكرة بتتقطع وجول الجول الثالث محدش مصدق الفريق الثاني كان عايز يتعادل دول يجيبوا 3-1 3-1 والكابتن بيقول يا جماعة انا هاني المباراة المباراة انتهت كده انتهت المباراة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3-1